النور، كي صبحتوا؟ كلشي على خير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، كنتمنى تكونوا بصحه جيده نتوما والعائله ديالكم وليداتكم. يا كلشي بامان الله، كلشي مزيان الحمد لله، هذا يخطيكم. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم الغديوه ديالي. المهم راكم عارفين الوليدات بوحدهم، الراجل راه حفظتو نتوما واش غنديروا. لا الحمد لله، الله يهديهم الله يهديهم، باقي ما عندهمش العقل، الله يهديهم. هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله باذن الله غادي نحضر الغداء، غتشاركوا معايا الغديوه ديال وليداتي. المهم داكشي راه كتعرفوني، انا كنقلب على شي حاجه غافين، ملي كياكلوا ولادي ما يمكنش ليا انا ندوز شي حاجه في القناه غير باش ندوزها وصافي، وما ياكلوهاش وليداتي واللوحه، هادشي اللي كاين. دونك ثاني حاجه بغيت نشارك معكم ان شاء الله مشترياتي من سيو بريكولاج. دزت ديك النهار تقديت كانت خاصني شي حاجه، وقلت ندخل نشوف عندهم حويجات زوينين زعما صراحه. المهم شي حاجه كانت خاصني باش كملت واحد لو سيرفيس. المهم بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا ان شاء الله المشتريات ديالي. بدينا ثاني راشي راه 4 شهور وحنا مسدودين 4 شهور وحنا مكافحين، ما كنشريو ما والو، غير كنشوفوا بعينينا كنشوفوا. ايوا المهم هادشي غير من سبيل الضحك وصافي، هادشي اللي كاين. دونك خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا ان شاء الله تشوفوا المشتريات ديالي. دونك دابا البنات غندوزو باش نعجنوا الخبيز ديالنا، بعدا ندير هو الاول يخمر، عاد نمشي ندوز داك كتسناني واحد الكوزينه. ما نقول لكمش البارح ما جمعتش، ما نكذبش عليكم، عييت وصافي. جاني واحد سميتو كنقول واه، حنا ملي كنوضوا على الماكله والطياب والكوزينه سورتو الكوزينه ما كتساليش صراحه، ما كتساليش. دونك خليتهم ما نكذبش عليكم، راه كنقولها لكم ديما سنعاودها، كتقول لكم سناء 100 عياو وقفوا، انا كنعيا كنوقف، ما غادي راه كما ديما كنقولها لكم، ما ينقطنا حد، ما يعلقونا لي ميداي ما حتى شي حاجه. دونك الانسان مين عيا ما يفوتش، حيت ملي كتفوتي الطاقه ديالك مي كتفوتيها صافي كتولي كتبردي غديك وليدات، كتولي انت معصبه، كتجيبي لك لو ستريس، كتجيبي لك هذا. والله ما صافي وصلت الطاقه ديالي عيات، وصلت هذا واحد الحد صافي، كنجلس كنخليهم ما غادي طرا حتى شي حاجه. انا دابا غنوض غنجمع الكوزينه وغنغسلها وترجع كيف ما كانت، يعني ماشي لا فان دو موند، اهم حاجه هي صحتك. صحتك انا ديما كنقولها لكم وكنعاودها لكم، تهلاو في صحتكم، تهلاو في صحتكم، وديروا داك الشيء اللي قدرتوا عليه، اللي قدرتوا عليه ديروه، اللي ما قدرتش عليه نخليه من بعد. ما غادي شوف راه حتى حاجه ما غدوز، يعني واخا ضلي ها نتوما، انا وحق الله ملي كنوض وانا كنجمع ونصوب ودير هادي ودير هادي ودير هادي، ولكن عاوتاني كتلون، عاوتاني كيتجمعوا. انا بعد الموعد والله الا قولوا لي الله يعطيكم السر في الكومونتير، بزاف بزاف ما عرفتش ما عرفتش زعما ما فهمتش الموعد. يلاه كنجمع الكوزينه كنقاد كندير، شوف كنغسل بيدي وكندير لا ماشين، واللي غيتغسل تغسل واللي غيرجع يرجع والو، عاوتاني كنجي دغيا كتعمر دغيا كيعمر لي لافابو. ايوا صافي رجع في الله، البارح عييت راه نتوما كتشوفوا مورايا شان نقول لكم، عامر مزيان داكشي العشاء داكشي الفطور كلشي عامر خليتهم بشويه عليا. مازال بني حد، صحتي ونفسيتي هي اول حاجه، هادشي اللي كاين. دوزو وليا بركه علينا من الهضره. لا لا انا كنبغي ديما ملي كنتفكر شي حاجه كنبغي نصحكم، كنبغي باش تذكروا هادشي ديما، نذكركم في الفيديو ديالي باش تذكروهم وديروا بهم، هادشي اللي كاين. هنا عندي الخميره درتها باش كتفاعل قبيله باش ما نضيعش الوقت، راكم عارفين. صافي غندوز نعجن الخبيز ديالي. الناس ديال الترموميكس ديما كتقول لي عطينا العبار، هنا غنعطيكم العبار. كندير هنا 500 مليلتر ديال الماء دافي، والطحين على حسب، كاين ما بين 600 و 700 على حسب، انا غنقول لكم. غندير 500، المهم حتى شي حاجه باش نكمل. المهم الطحين راه مغربل، صافي غندير واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت البلديه، وغندير الخميره ديالي، عاد ندير الملح من بعد. صافي الخميره ديالي هنا راه تفاعلات صافي، وغندير مون بيتخان صافي نعجنها وانا نقول لكم بالضبط شحال. دونك خليكم معايا. دونك صافي البنات زدت دابا، درت 500 مليلتر ديال الماء، ودرت 700 غرام ديال الطحين. صافي غادي نخليها دابا تعجن واحد شويه، واحد جوج دقائق ولا ثلاثه، وغادي نغطيها ونخليها تخمر تما. ندوز نجمع الكوزينه وانا معاكم البنات. ها هو الخبز خمر لينا، غنعاود ان شاء الله نعجنو ونديرو كويرات ونديرو يخمر مره ثانيه ونطيبو في الفران. هنا البنات راه درت لاصوص بيشاميل، درتها في الترموميكس، راه فايته مشاركه معكم بزاف ديال المرات. الحاجه الوحيده اللي كنزيد فيها انا اللي كتجيني كتبنن، هو انني كنزيد فيها شويه ديال الثومه بودره،
ويمكنكم تزيدوا فيها حتى الفرماج، الفرماج كديروه باش يذوب معها كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. انا في الحقيقه ما نستش الفرماج لان ديجا في باستيشيور غندير فرماج، دونك سي با لا بين. دونك خليكم معايا البنات. البنات لي فخيت درتهم هنا في الفريتوز بلا زيت باش نقصوا شويه من لي ديغا ديال لي كالوري. دونك البنات بغيت نقول لكم واحد على هاد واحد القضيه على هاد المقالي. كيف ما كتعرفوا انا اي حاجه ما كتعجبنيش ما كان زعما كنحاول نقولها لكم. ديك النهار كنت شاركت معكم هاد المقالي من لاكاسا، كيف ما شفتوا الشيكي كيشهبوا انا راه كنغسلهم ونحكم ونعاودهم، وهذا خصك تغسليها وتقديها وتشديها وتدهنيها بالزيت وتخليها هكذاك عاد باش بقى لك يعني ما زوينيش صراحه. واخا ثقال وكيبانوا لا بون كاليتي زعما كنقول هذا، مي ما عجبوني الصراحه انا الى زعما لا شفتوهم وتلاقيتو معاهم بلا ما تشروهم وشريتهم زعما ماشي رخاص، غاليين زعما ماشي رخاص. المهم انا غير باش ندير انتباه ديالكم على هاد راه كنت شاركت معكم شحال هذه في واحد لي زاشا ديالي ديال الكاسا وقلتها لكم. المهم هنا ضروري ما كدهنهم لانهم كيلصقوا، الا ما دهنتيهمش كيلصقوا، وحتى ملي تغسلوهم وتساليو وتبغيو تخبيهم كيخصكم دهنوهم بالزيت باش ما عرفتش واش هذا النوع ديال هذا الشيء كيخصو يكون بحال هكذا ولا ما فهمتش. المهم عندنا غادي ندير البطاطا، هنا بغيت نشارك معكم البنات هذا الفرماج كيف ما كتشوفوا معايا راه مكتوبه فيه هنا موتزاريلا زوين باش تعرفوه. انا دابا ما عنديش موتزاريلا محكوكه نورمالمون خصني نديرها فيها، ما عنديش غنستعمل هذا في بلاصتو. المهم بغيت غنشارك معكم باش تعرفوا. ندير بعدا لا بيشاميل هنا هذا ديال الشيدر. حقيقه انا جو بريفير هادو موزاريلا والشيدر جوجهم هما اللي زوينين. غادي ندير واحد شويه لان داك النهار كثرت وفاض ليا فاضت ليا على البوطه على الفران. هوبا با ما بغيتش نكثر لان داك النار عمرتها ومن بدات كتسخن مع هذا بدات كتشت ليا الفران كلها خوات في الفران. دونك غادي ندير هادي من الفوق وصافي داكشي اللي عندنا في الدار غنستعملوه. صافي غندخلها الفران تحمر وصافي، هي راه كلشي فيها طايب غير كيذوب الفرماج وتبان لكم داكشي تنسجم مع بعضياته صافي ونخرجهم.
صافي غندخلهم الفرن يطيبوا ونخرجهم. دونك البنات عندي هنايا الحوت كان في الكونجيلاتور، المهم خليته تطرخ واحد شويه وباقي فيه شويه الماء، ما غنزيد عليه لا ما لا والو. غنزيد شويه القزبر معدنوس، المهم غنطيبو غير في القزبر معدنوس والزويته غيجي مشحر. زيت البلديه شويه ديال الثومه بودره، المهم طواجين على الخفيف شويه ديال البزار، شويه ديال السوداني، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، تحميره، صافي نخليه يتشحر واحد شويه. صافي ما نزيد له لا ما لا حتى شي حاجه، صافي بحال غادي يتقلى في هذاك الماء ديالو. هنا قبيله نفس العجين اللي درت قلت غنعجن لهم هنا كميرات اللي يبغيو بحال هكا الخبز في العشيه. المهم هنا شاط ليا البيض، انا كندهنو غير بالماء، كندهنو غير بالماء، شاط ليا البيض وقلت ما نضيعوش غنديرو ندهنو بالبيض، ما راه كنديرو غير الماء. المهم دهنو غير بشويه باش ما بالنسبه للخبز رانا مشاركه معكم في القناه الخبز ديالي الباريزيان، راه درتو معكم شي دفوة. هذه ديال شهيده ملي تشوفوا شي حاجه صغيره عرفوها ديال شهيده. عرفتي ديك النهار البنات من صوبتو راجلي داير ريجيم وحطيت له الماكله ديالو وهذاك الخبز كنت حاطاه في الجنب، صافي طلعت خليته ياكل وطلعت انا للفوق، من جيت لقيتو كل الخبز قلت له قال لي عرفتي شنو راه كنشوف فيه شهاني وضاقو صافي عجبو حمق عليه، قال لي خرجتي عليا كيجي غزال ولكن غير بالفورس، الفورس كيجي زوين. جربته بالزرع ما كيجيش بحال الفورس، غير الفورس كيجي زوين، كيجي بحال هذاك الشيء ديال باتيسريات الواعين. دونك هنا عندي زنجلان كحل، غندير شويه زنجلان كحل، ماشي بافو، ماشي بافو، ماشي الشانوج، هذا راه زنجلان كحل تبغى ندير كل واحد في لون. هنا عندي زنجلان بيض باغال نسيت، المهم سباكات، وهنا جنجلان القهوي صافي البنات غندخلو الفران نطيبو وما شهيتكم فيه كيفاش كيجي. باقي سخون Thank you.
بالنسبه لهاد الخبيزات راه كنشاركتو معكم، كناخذهم من اتاكادا اللي كاين في عين سبع، كيتباعوا صاشي كبير فيه واقيلا شي 2 كيلو. دونك البنات كان هذا هو الخبز ديالي، المهم راه خليته يتحمر بزاف ماشي مشكل كيف ما كتشوفوا معايا، غنخلي واحد شويه يبرد وندوز نقطعو معكم. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا سمعوا شتي واحد الحاجه البنات راه نسيت قبيله ما درتهاش، ما فلحتهمش ولكن تفلحوا راسهم ما فلحتهمش، نتوما ديروا فلحوهم بالموس. انتوا غنحاول نحل معكم وحده شوفوا الشكل ديالها، شتي كي كيجي كيجي كله متقب وهكا محرك وكروستيون. ايوا كنتمنى يكون عجبكم. هذا كان هذا هو الشكل ديالو، غير نتوما ما تنساوش قبل ما قبل ما تدخلوهم في الفران، قبل ما هذا حاولوا ديروا لهم هكا تفلحوهم بالموس باش كيجي داك المنظر ديالهم، هما راه تحلوا هكا. عاونوني هما عاونوني. دونك البنات كانت هذه هي الطبيله ديال وليداتي كيف ما شاركت معكم، حاولت نحطهم لهم هكذا لي همبرغر. المهم راكم عارفين الزواق هنا هذوك اللي صاوبت معكم ديك النهار. هنا درت لهم دي نوغيتس، يمكن لكم ديروا فيهم تالي فخيت صافي. وهنا باستيشيو ها هي طابت وتحمرات صافي، كل واحد حطيت له حاجه. ايوا كنتمنى هاد الطبيله ديال هاد النهار تكون عجبتكم ديال وليداتكم، عطاتكم دي زيدي ديروها لوليداتكم بوكو با. دونك البنات حاولت نقدم لكم هادشي اللي شريت، حاولت نقدم لكم واحد الطبيله باش نعطيكم دي زيدي بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين ولا ما كيعرفوش ولا كنا كنتعلموا في الحياه. المهم انا بالنسبه ليا غنوريكم العناصر اللي كانوا عندي. كان عندي هاد السلاديير اللي كان جابتها ليا اختي هدى، كان صيفطتها ليا وكانت شرات ليا هاد الطبيصيل هكا طويول من نفس لي موتيف اللي كاين فيها كيف ما شفتوا. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اول مره غادي يدخلوا القناه ويشوفوا انا شنو زدت هاد لي بلاطو بحالهم جوج، واحد في وسط واحد. يعني بالنسبه لهنايا هنا مثلا غديروا لا سالاد، وهنا مثلا غديروا مثلا بريوات بسطيلات لي كانابي لي سوشي اي حاجه غتنوعوها اي حاجه مثلا غديروا هاد الشكل كيف ما شفتوا. ودرت لكم اربعة الشكالات ديال الطبيصلات. المهم حاول نبدا لكم الشكل الاول، هنا لتحت درت لكم النوار. المهم انا شوف كنخدم داكشي اللي عندي، راه ماشي كندير شي حاجه، راه ماشي سبيسياليست، غير انا كتعرفوني كنبغي هادشي، يعني كنحاول اي حاجه كتعجبني كنحاول نشطرها مع الاخوات باش يستافدوا. هادشي اللي كاين. دونك عندي هاد لي سوبلا هذا في النوار درتو في النوار، هنا درت الطبيصيل في النوار، وهنا مثلا درت زليفه في النوار. مثلا غديروا تقدروا تحطوا فيها مثلا لا سلطه تحطوها في زليفه
وتاكلوا فيها مثلا غديروا شي سوب ولا شي حاجه يمكن لكم حتى هي لا ميم شوز، راه كلها راه في الجاج. راه واخا كتشوفوا هذا اللور ديالها هكذا راه هنايا زاج، يعني كلها زاج، غير هنا زعما مات. بغيت نفسر لكم. وهنا درت المعلقات والفرشيطات وداكشي درتهم في الدوغي، حيت هنا كاين نوار غالب بزاف، حاولت نديرهم في الدوغي. وهنا هذه ديال بوغ سيرفيت، باقا البنات باقي ما عنديش بوغ سيرفيت في الدوغي باش تعرفوا شتي. دابا انا ملي كنحطها كطبله كنعرف شنو خصني. بوغ سيرفيت عندي في الالوان ولكن ما عنديش الدوغي، ما عنديش الالوان كاملين غير زعما ليسونسييل، مثلا نوار فيغ ارجونتي، ولكن دوغي ما عنديش. دونك درت هنا هكا في النوار ودرت سيرفيت في النوار اي بلون. بالنسبه للطبله انا كنقول ا مون افي ما كنديباسوش 3 كولور ف ما كنحطو شي طبله. انا المهم انا كنقول الفكره ديالي، يمكن لكم 3 كولور يستعملوا، بحال دابا انا غندوز لكم الحوايج اخرين ونوريكم. دونك غنشوفوا الشكل الثاني. هنا درت هنايا الطبيصلات هذه نيت اللي جابت ليا اختي هدى كيف ما كتشوفوا، لو فون ديالهم في لو بلون، وراه عندي ديك الطباصل ديالهم، غير انا ما بغيتش نكثر كيما قلت لكم، ما بغيتش نكثر اللون. دونك هنا درت الزليفه نفسها درتها في الدوغي، ودرت الطباصلات الطباصيل في النوار، ودرت لي فورشيتو هادو في الدوغي. وهنا درت الكويس هكا ودرت فيه سيرفيات في النوار. غندوزو للشكل الاخر. هنا درت دوغي كيف ما شفتوا معايا، طبصيل في النوار، وهنا زليفه في الدوغي. يمكن لكم ديروا زليفه، يمكن لكم ديروا اي حاجه طبصيل عندكم هكا دوغي ولا هذا. المهم انا قلت لكم راه كندير داكشي اللي عندي. وهنا بوغ سيرفيات في النوار وسيرفيات في الغوج. هنا باش قلت لكم يمكن لكم تدخلوا 3 كولور، لو غوج كتعرفوا كيجي مع الدوغي كيجي مع النوار. وهنا غندوزوا للشكل الاخير اللي هذه درتها في الدوغي وطبيصيل في النوار، وهذه عاوتاني في الدوغي، والكيسان والمعالق والفرشيطات وهذا في النوار. والكاس درتو هكا فيغابي درتو في الغوج، يعني سيرفيات في الغوج. المهم حاولت ننوع لكم في الطبيله. المهم انا بطبيعه الحال غنحط شكله واحد، غير انا شنو انا غير باش قلت ندير بزاف الشكلات باش البنات يستافدوا. انا اللي غنحط مثلا هاد الطبله غنحط فيها هاد الشيء ونحط شكل واحد من هذا كيف ما شفتوا. دونك البنات كنتمنى هاد الافكار تكون عجبتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد لا فيديو. الناس اللي غيشوفوني اول مره، الناس اللي غيشوفوا لا فيديو اول مره، مرحبا بكم في القناه ديالي. ما تنساوش تنخرطوا، ما تنساوش تبارطاجيو، ما تنساوش تخلي لي كومونتير، ما تنساوش ديروا لي لايك باش تشجعوني وهلا يخطيكم عليا. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.